السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. المهم نبداو على بركة الله. بالنسبة للمقادير ديال هاد البيتزا، غادي نحتاجو ليها 300 غرام من دقيق الفرز ارطب. الا بغيتو تعبرو بالكاس غادي ديرو 3 كيسان ديال العنبه يكونوا عامرين مزيان. غادي نزيد دابا الملح، تقريبا معلقه صغيره ديال الملح، نخلطوها مزيان مع الطحين. غادي نزيد الخماره ديال الخبز، معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز. غادي نزيد عليها معلقه صغيره ديال السكر سنين. وكذلك واحد المعلقه كبيره ما عمرش بزاف من الحليب المجفف. غادي نزيدو حتى هو على هذا الخليط ديال الخميره والسكر ونخلطو كلشي مزيان. الحليب المجفف كيعطينا واحد الطراوه للعجين، كيجي العجين قطني وهش. صافي، هادو هما المكونات الجافه اللي غادي نحتاجو. وغادي نزيد الماء دافي، عندي هنايا الكاس الاول ديال الماء دافي. العبار دائما بالكاس ديال العنبه، نخلط ونشوف الا ما تجمعاتش ليا العجينه بهذا الكاس. عندي هنايا نص كاس ديال الماء. غادي نزيد دابا الزيت، تقدروا تعوضوا الزيت النباتيه بزيت الزيتون. المهم حتى جيت 3 معالق كبار عامرين. مازال غادي نزيد شويه ديال الماء. غادي نجمع بيدي احسن. صافي، غادي نكتفي بهذا القدر هذا ديال الماء. هانتوما كما شفتوا تقريبا كاس، كنحتاجو غير كاس وشي 2 معالق كبار ديال الماء. غادي نحاول ندلك هاد العجينه لمده ديال 2 دقائق حتى 3 ديال الدقائق. المهم قداش ما قدرتو تدلكوها، واخا هي صراحه راه ما كتدلكش بزاف، ما تحتاجش انها تدلك بزاف. من بعد ما دلكت العجينه مزيان صافي، غادي ناخذ واحد الاناء يكون صغير، ندهنو هكا بشويه ديال الزيت وغادي نحط فيه العجين. هنا حتى الاناء ملي كيكون مدهون بالزيت كيساعد العجينه باش كتنفخ بسرعه او كتختمر بسرعه. هانتوما شوفوا معايا الشكل ديال العجين كيفاش كيكون، وعاد راه ما دلكتهاش بزاف. المهم كتكون ماشي قاصحه بزاف، خفيفه شويه. غادي نحطها نغطيها بالبلاستيك ونخليها تخمر على الاقل 45 دقيقه. المهم حتى يضاعف الحجم ديالها، حطوها في واحد البلاصه دافيه وخليوها حتى تخمر مزيان. هذا الوقت اللي كيختمر ليا العجين غادي ندوز باش نوجد الحشوه. خديت هنايا حبه كبيره ديال البصلات، درتها في مقله مع شويه ديال الزيت الروميه او زيت نباتي. غادي نزيد عليها كذلك رشه ديال الملحه، وغادي نزيد راس معلقه صغيره من الفلفل الاسود. هادشي اللي غادي نحتاج للبصل، وغادي نديرها على عافيه مجهده لان بغيناها تحمر وتبقى محافظه على الشكل ديالها، يعني ما بغيناهاش دبال. نخلي هذيك البصله تشحر وندوز باش نقطع على داند فيمي او الديك المدخن، وتاخذوا الكميه اللي بغيتوا. وبالنسبة لهاديك المدخن فهو اختياري، يعني ماشي شرط انكم ديروه. الا بغيتو ديرو حتى شوية ديال الكفتة ولا طريفات ديال الدجاج فالحشوة كتبقى اختيارية. بعد ما تحمرت هاديك البصلة شوية كنزيدو عليها هذاك الديك المدخن ونخليوها كتشحر، ما كنخليوهاش بزاف، غير واحد شوية
كيبدا كيتغير اللون ديالو صافي كنطفيو عليها. هنا خديت غير نص حبه ديال الفلفله صغيره وغادي نقطعها. بالنسبه للفلفله ما غاديش نشحرها، نخليها فقط للتزيين. ومن قبل انا كنت سالقه جوج حبات ديال البطاطا، خديت جوج حبات ديال البطاطا كبار درتهم في الماء تسلقوا بالقشره ديالهم. من بعد ما تسلقوا كنمسوهم على هذا الشكل. حاولوا انكم ما تمسوش البطاطا بزاف حتى ترجع معجنه بزاف، يعني ما تردوهاش بحال ديال المعقوده، خليو فيها طريفات باينين. زدت ليها بالنسبه للتوابل، زدت ليها شويه ديال الفلفل الاسود، التحميره اللي هي البابريكا، الملحه وفصوص من الثوم. بالنسبه للثومه من الافضل انكم ديروها تسلق مع البطاطا باش ما تجيش النكهه ديالها مجهده، او الا كانت عندكم ثوم بودره من الافضل انكم تستعملوها، لان الثومه طريه كتجي فيها طيبه ديال المروره. زدت شويه ديال الزيت البلديه تقريبا معلقه كبيره، وزدت هذيك الحشوه ديال البصله مع لادان دفومي. غادي نخلي هذيك الحشوه على جنب حتى تبرد، وغادي ندوز للعجين باش نحضره. كما شفتوا العجينه راه خمرات، وهاد العجينه صراحه كتجي قطنيه بزاف، كتجي خفيفه لواحد الدرجه ما كتصورش صراحه، غير زعما وجربوها كتجي رائعه هاد العجينه. الا بغيتوا ديروا منها حتى بيتزا دايره تقدروا ديروها، كتجي رطبه صراحه بزاف. وانا كنحاول نعطيهم شكل شويه طويل ما يكونوش مدورين. بالنسبه لهاد 300 غرام عطتني 4 ديال الحبات ديال البيتزا، يكونوا كبارين ماشي صغار. كنرشهم شي شويه ديال الطحين ونخليهم يرتاحوا على الاقل واحد 5 ديال الدقائق، عاد نبداو كنطلقوا بالدلاك بحال هكا. خليوهم يرتاحوا شويه باش يعطيوكم يعني باش تقدروا انكم تلقوهم. صافي كنطلقوه على هذا الشكل هذا، وكندهنوا هكا طريفات بشويه ديال الماء غير ما بارد عادي. وهنا عندي فرماج موتزاريلا، المهم هذا الفرماج كيتباع بحال هكا، وهو كيكون خصيصا ديال البيتزا. واخا كيبان لكم اللون ديالو اصفر فهو راه موتزاريلا مخلط، اصلا هو موتزاريلا مخلط مع الفرماج احمر. فهاد الوصفه من الاحسن انكم ما تستعملوش الفرماج الاحمر، استعملوا الموتزاريلا، ولا ديروا خليط بهم بجوج ما بين الموتزاريلا والفرماج الاحمر. وصافي كنحاول نسد على هذاك الفرماج. بغيتوا تخليو هذوك الجنيبات خاوين تقدروا انكم تخليوهم خاوين، ماشي ضروري ديروا الفرماج. انا غير حيت تما هذيك البلاصه كتجي بحال لي العجينه ديالها غليظه بزاف، فبغيت نعمرها هكا بالفرماج باش تكال. هذا هو الفرماج اللي قلت لكم. وبنفس الطريقه غادي نستمر حتى نسالي الحبات كلهم اللي عندي. فهاد الوقيته هذه خاصكم تكونوا مشعلين الفران كيسخن مزيان، وتكون العافيه مجهده ما تكونش قليله. البيتزا بصفه عامه يعني كيف ما كان نوعها خاصها تطيب على درجه الحراره ديال 300 ولا 280 على الاقل، يعني ما تكون درجه الحراره قليله، خاصها تكون مجهده باش كطيب بسرعه وكتبقى لينا لاباط هشيشه. وفي نفس الوقت الفرماج دغيا كيدوب وما كيبش او ما كيقصحش. فهذا هو السر ديال الفرماج باش يجيكم سايح ومعلك وكيتجبد، فخاص بيتزا طيب على عافيه مجهده، لان قداش ما تعطلات في الفران غادي يقصح لكم هذاك الفرماج وغيجي يابس ومحروق. كما شفتوا راه دهنت العجينه كلها بشويه ديال الزيت، ودهنت هكا بشويه ديال لاصوص باربيكيو، وغادي ندير رشه من هاد الفرماج. ضروري ديروا طبقه صغيره ديال الفرماج في التحت،
وعاد كديروا الحشوه. بالنسبه للحشوه غير حاولوا انكم تكثروها تقدروا ديروا بلا لاصوص يعني ديروا غير الحشوه ديريكت فوق العجينه ولا توجدوا لاصوص ديالكم في الدار نتوما ليكم الاختيار. وهنا كما شفتوا زينت بشويه ديال الفلفله حلوه مقطعه رقيقه وشويه ديال الزيتون الاسود وصافي. غادي ندير دابا كميه ديال الفرماج محكوك كما سبق وذكرت الفران يكون سخون مزيان والعافيه تكون شاعله الفوق والتحت. وكما شفتوا انا هنا اللاطه راه حطيتها في الوسط غادي نحط اللاطه في الوسط وغادي نخليها تقريبا كتاخذ لينا هاد البيتزا 12 دقيقه 13 دقيقه كتكون طايبه. هنا بقات لي وحده درتها هكا في لاطه بوحدها هذه جات كبيره شويه غادي تشوفوها معايا في الاخير. من بعد ما غادي نخرج هذوك الجوج اللي طيبت في الاول غادي ندخل هذيك الطيب. هانتوما كما كتشوفوا خداو ليا بالضبط 10 ديال الدقائق فقط. حاولوا ما امكن انكم ما تخليوهمش يتعطلوا بزاف في الفرن. قداش ما طابوا بسرعه قداش ما غادي تجيكم العجينه رطبه بزاف والفرماج ما غاديش يجي محروق غادي يجي سايح كما شفتوا. غير نصيحه من الاحسن انكم ديروا الموتزاريلا ما ديروش الفرماج احمر بوحدو. وصراحه الموتزاريلا راها رخيصه في الثمن على الفرماج احمر فتمشيو المحل اللي كيبيع مواد الغذائيه وتقولوا لي عطينا الموتزاريلا او الفرماج ديال البيتزا بالحق ضروري تخلطوه مع شويه ديال الفرماج احمر لان الموتزاريلا ما فيهاش شي مذاق هي فقط فيها هاد التعليكه وكيجي بحال هكا بحال المسكه كيجي مجبد. بالنسبه لهذا اللي استعملت انا هو ديجا مخلط كيتباع بحال هكا يعني هما اصلا مخلطينه يعني موتزاريلا وفرماج احمر فلاباط كتجي رطبه رطبه بزاف. هذه الحبه الكبيره اللي سبق وقلت لكم فكنتمنى انكم تجربوها وتشاركوني بالتطبيقات ديالكم على حسابي في الانستغرام غادي نخلي لكم في صندوق الوصف. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء وكذلك في مواقع التواصل الاجتماعي. خليتكم على خير والى فيديو قادم ان شاء الله. تهلاو ليا فراسكم.